إلى أن يتم أي تعديلات في النظام، في نظام التموين، الموضوع اختيار للمواطن عشان قامت الدنيا زي ما نكون احنا بنمثل بقالين. قلت في التلفزيون انا لست هنا لخدمة مطحن او خدمة مخبز او خدمة بقال تمويني او خدمة جمعية استهلاكية او خدمة شركة جملة او خدمة شركة عامة او الشركة المصرية. انا هنا هو لخدمة المواطن، وكافة هذه الكيانات لابد ان تتحرك بوضوح وشفافية لخدمة المواطن. والخطأ اللي يقدر يعمل الخطأ يتحمل تبعياته، وأنا لو أخطأت أتحمل تبعياتي، لو شركة الجملة أخطأت تتحمل تبعياتي. إنما عدم الوضوح هو اللي مخلي كل التبعيات يتحملها مين؟ براو. فأرجو أن نتحمل مسؤوليتنا، أنا كوزير هنا أتحمل مسؤوليتي، والشركة القبضة تتحمل مسؤوليتها، والمديريات تتحمل مسؤوليتها، والبقال التمويني يتحمل مسؤوليته، واللي مش عايز يشتغل بقال تمويني ما يشتغل. إحنا بنجبرهم ولا هم اللي بيجوا يقولوا من فضلكم اعتمدونا كبقال تمويني؟ طالما بيقول لي من فضلك اعتمدني كبقال تمويني، بقول له من فضلك اسمع كلامي.